بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم منى الحرفة من قناة على المطبخ. شايفين الأكلة الجميلة اللي قدامنا دي؟ أكلة سمك، لكن ايه بقى، حاجة روعة. يعني عاملين صينية سمك بلطي، وعاملين صينية سردين، وعاملين جمبري الغلابة الصغير ده، مش هقولك على طعمته وجماله اهو زي ما احنا شايفين. وعاملاه انا بطريقة الناس السويسة اهو زي ما احنا شايفين، وعامله رز صياديه بالسكر المكرمل او بالبصل المكرمل. طبعا قدامنا بقى شوربه الجمبري، يعني اكل في منتهى الروعه. تعال نشوف احنا عملناها ازاي. اهو زي ما احنا شايفين كده، بص الجمبري شايفه مستوي ازاي، بصي صغير لكن بتقشر اهوت، وجميل وطعمه في منتهى الروعه. وادي الشوربه بتاعت الجمبري، ما شاء الله عليه، هتتكلم. يلا بينا نشوف احنا عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. معانا جمبري اهو صغير خالص، معانا 4 سمكات بلطي كبير، ومعانا سردين. طبعا احنا فاتحين بطنه، شايلين الاحشاء منه وقاصين دماغه. معانا هرسة الشطة، معانا توابل سمك، معانا بابريكا، معانا جزر مبشور، ومعانا توم اهو. معانا هنا بقى خضار، بصل وطماطم وفلفل وكم قرن من الشطة، ومعانا طبعا ليمون. هنخرط الخضار بتاعنا كله الاول اهو. احنا خرطنا كده بنخرط البصل اهو زي ما احنا شايفين، وكل ده هيتعمل مع بعضه في وقت واحد، يعني كله هيتبل مره واحده وكله هيدخل الفرن مره واحده، وما فيش اسهل من اكله السمك اللي قدامك دي. دلوقتي نشوف احنا هنعملها ازاي. هنمسك السمك كده ونعمل فيه 3 فتحات كده في الظهر، وزيهم برضو في البطن اهو زي ما احنا شايفين. هنعمل ايه، السمك بتاعنا كله اهو زي ما احنا شايفين. كده بوز السكينه كده بتفتحيه، بتعملي فيه 3 فتحات كده. انت كده بال3 فتحات دولت بتتبليهم برضو، بتحشيهم بالتتبيله بتاعتك، بتبقى السمكه معاكي متبله من كل حته، شاربه من التتبيله، اللحم بقى وكل حاجه زي ما انت شايفه كده اهو. حطي برضو في الفتحات. طبعا هنعمل السمك بتاعنا كله، بعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا هنحشي قلب السمكايه بقى والدماغ، كل حاجه فيها. هتبص تلاقي السمكايه بتاعتك شاربه من التتبيله من كل ناحيه اهو. طبعا هنعصر عليها ليمون. بعد كده هناخد السردين برضو وهنحشيه برضو من القلب كده، احنا منضفينه كله وشايلين طبعا الراس بتاعته، وهو سردين كبير ما شاء الله عليه اهو. هنحشيه كله كده زي ما انت شايفه، هيتبل كل واحدة كده زي ما انت شايفة. وطبعا هنعصر عليه الليمون. طبعا احنا غسلين السمك وغسلين السردين ونقعينهم، يعني هم جاهزين يدوب على ان احنا نشتغل فيهم. هنمسك بقى بقية الخضار بتاعنا، ونخرط الفلفل، ونخرط الشطة، ونخرط الطماطم اهو زي ما انت شايفة. ادي الفلفل وادي الشطة بتاعتنا، واحنا قطعنا بصل قبل كده. والطماطم هنعمل فيها طماطم حلقات، وهنقطع فيها طماطم مكعبات صغيرة. ودلوقتي تشوفي احنا هنستخدم دي في ايه ودي في ايه. اهو هنقطع بقى ايه، الطماطم تقطيع صغير مكعبات
دي بقى هيشرب السمك منها وهتبقى طعمها في منتهى الجمال، هتخلي السمكية بتاعتك في منتهى الجمال. اهو خلصنا الخضار بتاعنا اهو، وطبعا احنا سايبين كام قرن شطه كده عشان نحطهم على وش الصينيه بتاعتنا. وهننزل بقى بالجزر المبشور والتوابل، السمك والبابريكا والكمون، التوابل بتاعتنا، وهتظبطي طبعا الملح بتاعك، وهننزل عليهم بمعلقه من هرسه الشطه اللي هي تتبيله السمك اللي احنا متبلين بيها السمك، هننزل عليها بمعلقه كده، وهنقلب الخضار بتاعنا كله في قلب بعضه، كله هيشرب بقى من بعضه وهيبقى ما شاء الله عليه. هنعصر طبعا عليه ليمون، حط عليه معلقه من الخل ومعلقه من الزيت، يعني اكله السمك دي مش هتاخد معاكي وقت خالص، لا هتقفي بقى على بوتاجاز ولا هتتعبي خالص، يعني اخرك هتعملي حبه الجمبري دول وخلاص، وطبعا الرز، انما ولا هتقلي بقى ولا هتشوي سمك ولا اي حاجه، كله هيبقى صواني في الفرن. زي ما انت شايفه حطينا معلقه من الخل بعد الليمون، وحطينا ايه زيت. هننزل بقى بجزء من الخضار اللي احنا عملناه ده على الجمبري. الجمبري بالطريقه دي طريقه الجماعه السويسه بيعملوه بالطريقه دي، ودلوقتي تشوفي هنطلع منه احلى شوربه، وهناكله هو محمر وفي منتهى الجمال. حطينا عليه الخضار بتاعنا، وهننزل عليه بمعلقه من الزيت، وهنسيبه طبعا يتبل كده معنا هنا في الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها. حطينا جزء من الخضار بتاعنا فرقناه كده، وهنمسك السمك بتاعنا اللي احنا تبلناه، وهنرص السمك ايه في الطاجن في الصينيه، يعني اهو زي ما انت شايفه ده كده سمك هيبقى بالزيت والليمون. هننزل بقى عليه حبه بالخضار اللي احنا عاملينه على الوش، هتغطيه بقى خالص كده، مش هقول لك الصينيه دي ريحتها هتبقى جايبه اخر الدنيا. اهو زي ما انت شايفه ترص الخضار بتاعك كده عليها عشان تشرب من التتبيله بتاعته، وهنحط على وشها معلقه من الزيت. معنا هنا في الصينيه الثانيه حطينا برضو جزء من الخضار، وهننزل بالسردين بتاعنا اهو زي ما انت شايفه، ترصيه كده في الصينيه بتاعتك. طبعا احنا متبلين السردين زي السمك بالظبط، هيطلع طعمه وريحته في منتهى الجمال اهو زي ما انت شايفه كده. خلصنا، هننزل بقى بقيه الخضار على وش السردين، وهنحط طبعا على وشه معلقه من الزيت اهو. نزلنا بقيه الخضار بتاعنا، هنغطي السردين بيها كده، يعني الموضوع مش هياخد معاكي وقت خالص. تخرطي الخضار كله مع بعضه، وبعد كده بتقسميه على الايه، على الطواجن او الصواني بتاعتك. اهي ادي صينيه السردين اهي جاهزه ان احنا ندخلها الفرن، وصينيه السمك هندخلها برضو الفرن. معانا هنا في حله صغيره حطينا هنا معلقه من الزيت ومكعب من الزبده، وهننزل بالجمبري بتاعنا لما يسيح كده معانا، هننزل بالجمبري بتاعنا، هنقلبه كده تقلبتين وهنسيبه عشان يتحمر في الايه في الزيت والزبده اللي احنا حاطينها. هنقلب كويس قوي وهنسيبه بقى ايه ياخد ويدي مع بعض. بصي بقى كده اهو، شايفه ابتدى يحمر ازاي، شايفه شكله. هتقلبي بقى بالخضار وريحته مش هقول لك جايبه اخر الدنيا. الخضار اللي احنا حاطينه ده، البصل والثوم والطماطم والجزر، كل ده عطيله طعم وريحه في منتهى الجمال. واحد كده احنا حطينا له بقى شويه ميه وسبناه يغلي معاه يستوي. معانا هنا في حله مخرطين بصلايه اهي، هنشوح البصله بتاعتنا عشان نعمل الرز الصياديه بتاعنا، وهنعمله النهارده بالبصل المكرمل اهي. دي ادي الشوربه بتاعت الجمبري، شايفه شكلها، شايفه جمله. هنصفي كده الشوربه من عليه، وهنسيبه بقى ايه يتحمر شويه، بعد كده هتطفي عليه كده، يعتبر الجمبري معاكي خلاص خلص. معانا معلقه من السكر اهي، هنكرملها على النار، تكوني موطيه لها النار طبعا، اتكرملت معانا اهي، والبصله بتاعتنا اتحمرت، هننزل بيها عليها. انا مش هقول لك الحركه ديت بتغير طعم الرز نهائي،
خليه في منتهى الجمال، تدي له لون في منتهى الروعه. اهي ادي البصلايه اللي احنا نزلنا عليها معلقه السكر المكرمل، بعد كده نزلنا عليها بالميه اللي هي عيار الرز بتاعنا، وهنسيبها تغلي، وهنحط لها معلقه من تتبيله السمك ومعلقه من البابريكا، وطبعا هتظبطي الملح بتاعك وهتسيبيها بقى لما تغلي. وبعد كده تنزلي بالرز بتاعك اللي احنا غاسلينه ومصفينه. ادي الجمبري اهو خلاص خلص معانا اهو، شايفه شكله ما شاء الله عليه، استوى بقى في منتهى الجمال. ادي الميه بتاعت الرز غليت، ونزلنا بالرز بتاعنا اللي احنا غاسلينه ومصفينه بس. وكده تعتبر الاكله بتاعتنا خلصت. وطبعا انا عملت حبه سلطه حلوين قدر كده زي ما انت شايفاهم. وادي الاكله بتاعتنا ما اخدتش وقت خالص ولا اخدت مننا مجهود، كلها اتعملت مره واحده. ادي السمك اهو هيتكلم في الصينيه، شايفه صينيه السمك شكلها ايه؟ بصي شكلها، شايفه جمالها ما شاء الله عليها. وادي الرز الصياديه بتاعنا، وادي الشوربه بتاعت الجمبري، شايفه الجمبري، شايفه شكله، شايفه جماله ولا ريحته بقى؟ الطريقه دي في منتهى الجمال. وادي صينيه السردين بتاعتنا اللي احنا عملناها، يعني عملنا اكله في منتهى الجمال، اكله عظمه يعني، وما اخدناش فيها وقت خالص ولا تعبنا ولا مجهود ولا اي حاجه. اكله جميله وسهله وسريعه وبسيطه اهي زي ما انت شايفاها، شايفه الجمبري مستوي ازاي؟ بصي قشرناها اهي في منتهى الروعه في منتهى الجمال. اكله جميله وسهله وسريعه وبسيطه وبالف هنا وشفا.